ما معنى قوله تعالى ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، وكيف تكون حال من يريد الهجرة إلى بلد الإسلام ولكنه لا يستطيع ذلك لعدة أسباب؟ الله سبحانه وتعالى وعد المهاجر في سبيله، والمراد بالمهاجر هو الذي يترك بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام فرارا بدينه، ويكون قصده إقامة دينه في بلاد المسلمين والفرار به من بلاد الكفر والضلال. فإن من كانت هذه نيته فإن الله وعده بأن يجد له وطنا يستطيع فيه إقامة دينه. وأرض الله واسعة كما قال تعالى وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون، وغير ذلك من الآيات. والمراد بالهجرة الشرعية هو ما ذكرنا، أن يكون قصد الإنسان الفرار بدينه من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، فهذا هو الذي وعده الله بالخير في الدنيا والآخرة. نعم. ما معنى قوله يجد مراغما كثيرا؟ قلنا إنه وعد من الله سبحانه وتعالى بأن يجد في بلاد الإسلام يجد فيها مأوى وسعة، ويجد أيضا مجالا للجهاد في سبيل الله وإظهار دين الله عز وجل. نعم. جزاكم الله خيرا.